وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمبر قدي عليه الصلاة والسلام قال رجل زلامك جمتي بري لا تصدقن بصدقة جبو وجي خذي هذه الصدقة كي خش فخرج بصدقتي كاب شر كاب وقت تنها فوضع في يدي السارق قصدتي يكيب وإن شاء الله خش سبيت بحس بوكو والله أنت مقدارك ما دايك يدز كتبوا دس يدز في غمبر عز الله فقال اللهم لك الحمد على سبب ويا رب حمد اشتر مش بوث هذا أمر ما اعتراض نكر ها نكو از فوش من بوم نكو حمد اشتر يا ابتن نسيب وكر بها تصدق انا بصدقة هذه صدقة كي خوشك شبو ولي خدا خوشك يعني قال وخشك وقول هذا بدون شيء فخر بسال فدق هذا يدي زانيت سري سري بلي بو مقدارك ما داي هري بتزيد داي خشك داي عن حال داي نرجع ولا ذيك زينكار يلو هنك صدقة كده مقدارك ما فأصبحوا يد مهم فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية خلكي بعد كي قول أيوة يكي دنيا كا مقدار صدقك يا إنسا كا كا تشيب ها نعم فقال لك الحمد على زاني يا رب والله مش بو تدقت حمد اشترى لا تصدق أنا بصدقة هذا في جاري دقم فخرج بصدق فدا في هذا يدي قدم فأصبحوا سيرس في دي سملتي بني سعرية زمان بريا هذا زندقم فأصبح يتحدثون تصدق الليل على غني يكي زنجين ومال وجراد أنك لا شغل شغل عندك جاء ماني فقال الله ملك الحمد على سارق وزانية وغني حمد والشناء شكر لرب امره سر في خدمة جيل سر في عفازين كارو زنجين دز ماني فات ماني فأتي فقيل له قال تعالى خبر شانج بيغمبري في زمان يره دخونا ويد پیش بو ملكي خو پیش وي كر مالي و بايا حمد كر و هج تفادش بو خده بده تدار بعد بيا ميما نخي ميما نخي فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يسعف عن سرقته فلكي جير ببعبرت جويد زي إن شاء الله تو بك تفايد عبد عدم قنج ماني فما سوى فعلا ماني واما الزانية فلعل ان تسافع عن زناها بلكي فقير بو جان احتياجه وشيد بو او شغل ذكر بلكي اوجي توبه بك بلكي انا واما الغني فلعل او يعتب فين قفا هذا بلا ما از ازاي زنجين تنم شما از نادم خلد زنبه ولا جبو بعبرت او جبه علمه سيحة بإنسان توبه بك وفكر انجبان صنعتا تكلم خنجي لما كي خوي تعالى قبول كل شو هذا ببرا وجا الله ما بي إلا وايا أم جهد أخذ كل خوي تعالى كيف أخوي هذين متفق عليه ولفظه للبخاري أف حديث مسلم البخاري أو لفظ أي بخاري إجا هنا الجامع بما أدفع لنا يا تيش جهد بك نتا خشبه خواه تعالى وي تجربة كر دوي هاوي تف حمد خدا كر جري نكر فهو جان عجي هناك نادم وجا تون بني خلقش خورتي لا وزنگين نم عطاج وخور دكر مغزو ور دكر لا وكور بده بحث نكش خور بده تشكي بده وخلا عايز بمش خلق دكر بيسمعتي دكر اما يكي قوة فخير محتاج وتوفى قرن تهلوكات مزنة هو تهلوكات هي مرة اما تدعي نو تدكت خد عز سلامتي اف حديث صحيح مسلم بخاري بو يا بخاري بو تجاهد بك تقوي بك هدية پیغمبر عليه الصلاة والسلام اغلب جي زنگين ادام چما خلق بوان فدگريان بوان چه دمون اسلام پردو
لا لازم إلا حسكرين تشيدو أو دبون أنقل نادرسين فقير مسلمان ببن وقت دريوان تشيدو فقير وتظهر لنكي هاي نيتي مزنا قنجة شي شكل در أم دل وفعم نكنجي مزنا مزنا قنجة وخلاص ودي بصفوان شغاده ها؟ هناك أدنى ناس دوچيا ده پزدائي هناك چاكي يكي صد دفع خصي قوت اشتر قصة دیدن وشتر قصة دیدن سي صد دفع جاكي رأي فابو جنب ده دیدن دنیا گورك شيرين خدرة حلوة دنیا گورك هم دو جناب كرمانجي ورن دو چكسي بي سؤال جير بي بكيف قطع بركة دیده يقول شعبي خبر دي أو نفر مخول والله حتى أبدر صعب السؤال درزي كنا ماش كثيرك أفجار بو مشتكي وخلاص إجاد بيت داري ويج هس باوي دكتجي زارو كنا دو كادر وچب داد كت عدي داري وده أمي إنساني ورد وكر تفهم كل مشكو مش هس بيها داري وكاش بوكو صوز دابو بيغمبر شلپنجی ها چه قاسی دنیا ما نماز سوزا خوش کنم در زیگ جی کسی نماز دنیا انشاءالله و یا وجه خوش شد